نهاركم سعيد النهاردة إن شاء الله في برنامج جديد كلام على الهوا، برنامج اجتماعي هيتكلم عن المرأة ويتكلم شوية عن فن وشوية رياضة وشوية اقتصاد. النهاردة هنتكلم عن الطاقة وإيه الطاقة ودورها في المجتمع مع طبعا المهندس أدهم عزازي. ازيك أستاذ أدهم؟ الحمد لله، فن في نعم والله. عايزين النهاردة حضرتك تعرفنا بنفسك الأول. قبل ما أعرف نفسي، أنا أشكر سيادتك على الدعوة الكريمة وأشكر جمهورك المحترم اللي رشحني لسيادتك. أولا أنا اسمي أدهم العزازي، عضو جمعية العربية للفنيين الكهرباء، عضو مجلس إدارة شركة نيو كايرو، باحث ومحاضر في نظم الطاقة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، تحت أمرك. حضرتك عاوز أعرفك على يعني إيه طاقة. إحنا كنا اتكلمنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت طب. عن الطاقة وعن دورها في دعم الإنتاج. طب. طيب الأول يعني إيه طاقة الأول؟ إحنا اتكلمنا الطاقة يعني باور، كويس، حلو. أو قوة دفع في أي حاجة في الدنيا. تمام. طيب سيادتك، المفروض دلوقتي الطاقة دي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والمحرك الرئيسي للإنتاج والمحرك الرئيسي لأي حاجة. القيادة السياسية فكرت أول ما مسكت إحنا عندنا عجز في الطاقة، وقلت انا المره اللي فاتت عندنا عجز في الطاقه تقريبا كانت عامله 6050 ميجا وات، كويس. حل. الكلام ده كان يعجز اي تنميه عندك. هو فكرت اول حاجه نعملها، قالت اول حاجه نعملها يا جماعه نعمل محطات قبل ما نعمل اي حاجه خالص. كانت القياده السياسيه في برنامج الانتخابي بتاعها كانت قالت انا والله هغير لمبات ليد، هغير، انا محتاج 400 لمبه ليد، 400 مليون لمبه ليد هغيرهم، كويس. ما اتكلمتش عن اي محطات. لما مسكت فعليا وبقت في ايدها زمام الامور، فكرت قالت لا انا هعمل محطات، وفعلا بدا عمل محطات، عمل 26 محطه على مستوى الجمهوريه، وزعهم، استفاد من كل منطقه لوجستيه في الجمهوريه ان هو يعمل محطه برياح، محطه شمس، عمل محطه في مطروح بالطاقه النوويه، كويس. عمل المحطه دي 8 محطات في بعض. اول مرحله منهم محطة فيها أربعة مفاعل نووي، قدرة كل مفاعل 1250 ميجا وات، كويس. يبقى كده القيادة السياسية بدأت معاك. القيادة السياسية ما فكرتش كده بس، قالت لك لا، طب أنا أخلي الطاقة دي تدعمني مع دول الجوار، تعمل دعم لوجستي. أنا راجل بستورد من بره حاجات تقريبا حجم الاستيراد بتاعك مثلا عامل مثلا 87 مليار دولار، لا أنا تبقى منفعة مشتركة، عامل الدعم لوجستي بينك وبين الدول، مثلا دولة قبرص، دولة السودان، دولة ليبيا، دولة السعودية، عامل الدعم لوجستي بينك وبين ده كله. طيب ده كله ايه اللي انعكس علينا؟ لما الناس حواليك في العالم كله لقوك ماشي في خطة تنمية كويسة جدا جدا جدا، بفكر واعد جدا جدا، قال لك ايه؟ قال لك لا، طيب انا هعمل حاجة كويسة، انا حاجة استثمر في مصر. جه عندك مصر 187 مستثمر، طبعا ده عدى على الاقتصاد طبعا. 187 مستثمر بقوا 200 مستثمر لما يجي هيشتغل. معلش حضرتك، لو عملت كشك هتشغل فيه 5 6 او 10 اللي حواليك وقرايبك ويخدم عليك كذا حد، كويس. يبقى المشاريع اللي القياده السياسيه عملتها مش بس خدمت الناس في مصر، لا ده خدمت. طب احنا بقى ازاي نبقى شركاء ايجابيين في الطاقه؟ طب ماشي، بس ممكن اكمل بس طيب. عشان الوقت بتاعنا. طيب ايه اللي حصل سيادتك؟ احنا كنا مثلا في 2015 ترتيبنا في الاستثمار 157، بعد ما فكر القياده السياسيه بقى ترتيبنا في الاستثمار 57، حصل عندك قفزه وتطور، كويس. طيب الحاجات دي كلها عادت علينا احنا هنا في مصر وعلى الفنيين، عني انا وتاني وتالت والرابع، عادت علينا ان احنا ايه الليفل بتاعنا عالي شويه. طيب سؤال حضرتك يا فندم، ازاي نكون معلش انا ازاي اكون انا انا اللي هو مين؟ اللي هو انا اللي هو المستهلك، اللي هو العميل، اللي هو الشركه، المجتمع كله، ازاي نكون شركاء للدوله في الطاقه؟ طيب دلوقتي القياده السياسيه وفرت لك مثلا 28000 ميجا وات زياده، كويس، وعملت مصانع. طب انا ما اعملش حوار استنزاف للثروه. دورنا الاول، اول حاجه حضرتك لازم تغير لمبات ليد، كويس، وتغير لمبات ليد من اماكن محترمه، دي اول حاجه نعملها. احنا فعلا غيرنا 60 مليون لمبه، احنا محتاجين نغير 400 مليون لمبه عشان نوفر 81% من الطاقه. طيب احنا عندنا في مصر طبعا الاحصائيات دي متذبذبه، عندنا في مصر حضرتك بتتكلم على 171 مصنع بيصنعوا لمبات. هو احنا ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، دور الشركات
لا 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 الشركات. معلش بس هو القصه مش الاول، بس مش الشركات، احنا بنتكلم بس الاول. اول حاجه احنا عندنا 171 مصنع شغالين، ال 171 مصنع دول ما فيهمش مرخص ولا شغال بالمواصفات العالميه والمواصفات القياسيه الا 11 مصنع فقط غير. كويس؟ ازاي؟ 11 مصنع اللي شغال كويس، شغال بالفكر وبوفر فعلا في الطاقه. مثلا حضرتك في شقتك هتلاقي لمبه مثلا عامله جنيه او اتنين او تلاته، اللمبه دي ضمان 4 5 سنين، تركبها هتعمل لك مشاكل كويس. يبقى حضرتك عشان تكون شريك ايجابي في الدوله كويس، في دعم الاقتصاد، في دعم الطاقه او ترشيد الطاقه، اول حاجه تعملها اشتري لمبات ليد من مكان كويس. طيب هو انا دوري اشتري لمبات ليد بس؟ لا، هو انا حياتي كلها اللمبات؟ لا، انا راجل عندي مكيف، المكيف اللي اجيبه اشغله انفرتر، اجيب مكيف الكفاءه بتاعته انفرتر، هجيب غساله، هجيب اي حاجه في الدنيا هجيبها بطاقه الكفاءه بتاعها يبقى فيها ايه؟ باللون الاخضر. طيب الكلام ده هو بس؟ لا مش هو بس، ما انا عندي دفايات. طيب الدفايات دي اعمل بيها ايه؟ انا اعمل شبكه تدفئه مركزيه هتوفر عندي كتير، احط السخان بتاعي السخان الشمسي، اجيب سخان شمسي بدل ما اجيب سخان فوري. ماشي معاك يا فندم، تحت امرك. طب ايه دور الشركات؟ حضرتك برضه ما قلتليش ايه دور الشركات في تطوير. معلش انا شركات، الشركات القطاع الخاص ولا العام؟ ما الكلام ده بينقسم. لا كله كله. طيب دور الشركات، احنا الشركات الموجوده في مصر اول دور ليها هو دور رئيسي. الشركات دي لازم تعمل ثقافه الاول، ثقافه ترشيد ومنافسه كويسه بينهم. يعني ايه شركه مثلا عشان خاطر تبيع كتير تنزل سعر اللمبه للنص والربع؟ طب ما انت كده هتخلي الناس ثقافه الترشيد عندها تقول لك من اللمبه الليد بتبوظ. لا يا عم انا مش هجيبها، اللمبه الليد سعرها اللمبه الليد بتختفي او نورها بيبهت، وبرده في نفس الوقت اللمبه الليد ما تكونش غالي قوي كويس. ما هو برده حضرتك انت معلش انت كشركه مش شغال في اللمبات بس، انت كشركه شغال في كذا حاجه، نزل المنتج شويه وخلي الناس كلها تشتغل. انت في الاول معاك يا فندم. طب ايه اهميه التعليم؟ ايه اهميه التعليم والفرق بين الدارس والفاهم؟ طيب معلش يا فندم، هو اولا مثلا انا راجل متعلم او انا راجل شغال مثلا في مجال الكهرباء، في الاول وفي الاخر راجل بقرا وبكتب. حلو الكلام؟ حلو. طيب ماشي، انا راجل بقرا وبكتب، احنا كلنا بنقرا ونكتب. النهارده الدوله مش سايبه اي حد دي رخصه لما يكون معاه محو اميه. طيب محو اميه هو ينفع حضرتك راجل مثلا راجل مذيع كويس، مش الاول لازم تاخد دروس في الميديا؟ معايا يا فندم؟ لازم تاخد دروس في الميديا، دي اول حاجه. طبعا. هو الدكتور نفسه لما يتعلم كويس بيقف لحد هنا ولا الاول بياخد يعمل دراسه عليا بعد كده ماجستير، وده غير ان هو ياخد زماله وبعد كده ياخد دكتوراه كويس. طيب انا كراجل مستهلك ايه هيعود عليا لما اجيب صنايعي فاهم او صنايعي مش فاهم؟ طيب اللي يعود عليا ايه؟ انا راجل بجيب سلك ماركه محترمه من مكان محترم، بيجي الصنايعي يروح حاط لي صابون في الماسوره. انت حضرتك حاطط صابون في الماسوره هتولع في الدنيا. طيب انا راجل مثلا انا راجل على قدي بشطب شقتي معايا 2000 جنيه، الاقي الصنايعي جايب لي خامات ب 10000 جنيه. طيب انا المكيف الاول زي ما احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه، المكيف الاول كان شغال مثلا 20 او 30 او 40 امبير مثلا، يعني مثلا حجم المكيف لما يجي يقوم. النهارده المكيف بقى كام؟ المكيف النهارده انفرتر اللي حصل بقى بيقوم على 4 و5 امبير و6 امبير، ليه اركب له سلك 6 مللي؟ طيب انا النهارده مثلا يعني عندي الدنيا كلها بتطور، الكهرباء معلش ينفع اشتغل في مهنه وانا مش فاهم اصولها ولا بدات ازاي؟ لا طبعا. طيب احنا الكهرباء بدات في العالم امتى؟ الكهرباء بدات في العالم في سنه 1880 بعد توماس اديسون ما اخترع المصباح باربع سنين كويس، عارف ان هو يشغل مجموعه مصابيح على بعد 3 ميل. طيب من هنا كانت 1880 دي بدايه الكهرباء في العالم. اول شارع نور في فرنسا سنه 1881 تقريبا كويس. اول شارع نور عندك هنا في مصر نور 1893، نور في اسكندريه ونور في القاهره. طيب احنا انت كفني اول فني في مصر اسمه اوجمنتين مناحي حاجه زي كده، اسمه مركب كويس. يبقى انت حضرتك الفن بتاعك اللي هو موجود عندنا في مصر بينه وبين الفن اللي بره 13 سنه. حلو. الكهرباء ديت عندك هنا في مصر اللي دخلها مين؟ دخلها شركه فرنسيه على اسمها شركه شارل ليون كويس. الشركه دي بعدها ب 50 سنه سابتها لوزاره الاشغال المصريه، وزاره الاشغال والطاقه المصريه. طيب احنا من هنا بدات الدوله تطور، بدات يكون عندنا كوادر. حلو. طيب معلش احنا معلش دور برضو الفن يكون متعلم. حضرتك عارف ان في المانيا في 780 تخصص
للفنيين. معلش مش هقول لك بقى تخصص ايه، لا الفني اللي انا عاوز يشتغل معايا لازم يكون ايه، خريج كذا. لا طب ما الفاهم ممكن يبقى اشطر من اللي دارس. لا الاثنين برضو الخبره، الخبره معلش يا فندم هقول لحضرتك على حاجه. انت حضرتك راجل فاهم كويس حلو، هو انا ينفع اجيب دكتور يكون فاهم من غير ما يكون عارف الاعراض الجانبيه للدواء؟ لا طبعا ما ينفعش. حلو حضرتك انت تشوف كميه الحوادث اللي بتحصل. هقول لك على حاجه، طب هقول لك على حاجه، انا عندي مفتاح في البيوت 6 كيلو كويس، ومفتاح 4 كيلو ونص، فرق ده من ده مبلغ. ينفع احط لك مفتاح في شقتك اعلى من الامبير الموجود واقول لك مثلا بدل ما تحط 10 امبير حط 30 امبير عشان يبقى حلو؟ ما ينفع. طيب حضرتك في قلب الحر كويس، ينفع البسك جاكيت تقيل واقول لك البس؟ ما هو حضرتك ده هيعمل لك مشكله طبعا. كويس، ما انت ما هيحافظ على الجسم، هيحافظ على الجسم كويس، لكن كل حاجه كويسه في وقتها. طيب معلش يا فندم احنا بقى بنتكلم ايه، عندنا في المانيا 780 تخصص اكاديميات، منهم حضرتك الحلاق مثلا. طب الحلاق هيبقى طالع من اكاديميه وبيتكلم انجليزي والكلام ده؟ يقول لك اه الحلاق لازم ليه يا سيدي، لازم يتعرف على نوع فروه الشعر ماشيه ازاي، ايه اللي يمشي معاها، نوع الحلقه، نوع القصه كويس. هيطور بدل ما كان الاول بيحط لك موس لكل عميل، لا هيحط لك ايه، لا والله احنا لو عملنا كذا هنعمل كذا، لو عقمنا الادوات هنعمل كذا، والله انا لو عرضت الحاجه للعميل بشكل افضل هيكون احسن شويه. اللي شغال في مطعم لازم برضو والله إيه؟ بدل ما انا اقف مثلا اقف احط ايدي كده احط ايدي كده كويس. عملوا حط كل حاجه في الدنيا لازم تطلع من الاكاديميات كويس. عندنا في مصر عملنا ايه بقى، جميع الشركات الموجوده بتحاول اول حاجه تعملها تقول لك ايه، حضرتك مش فني. امال ايه يا فندم، انت شريك نجاح، انت حضرتك شريك نجاح للدوله او شريك نجاح للشركه. لو انت مش فاهم ان الشركه دي بتقدم ايه وتعرف تفرق بين منتجها والمنتج التاني المضروب، الشركه دي مش هتستمر. عشان كده الشركه اول حاجه بتدور عليها ان انت تكون فاهم. الشركات هقول لك الحاجه، هقول لستك الحاجه طبعا. انا مثلا بتيجي عليا اوقات بروح استلم من الفنيين كويس، تقول لي والله يا باشمهندس انا عملت الفيلا بتاعتي، تعالى استلم الفن الفلاني. اروح لقيت مثلا، انا محتاج مثلا سلك كات 5 او كات 6، الاقي الصنايعي جايب لي سلك 5 جوز حطه. يا سيدي ده مش هينقل النت، يقول لي ما هو 10 اطراف في الهندسه او 8 اطراف. يا سيدي مش هينفع كويس، في نقل ميجات بتمشي معاك كويس. طب هتقرجه ازاي؟ طيب ابص الاقي مثلا صنايعي يمشي لي سلك دش مع كهرباء. يا سيدي مش هينفع والله، يقول لك لا هيشتغل. طيب ابص الاقي صنايعي مثلا يعني هو شغال مش مربط كويس، تلاقي الشقه معاه ولعت. ما هو في الاول وفي الاخر عمل اللي عليه، لكن ما يعرفش خطوره الكلام ده ايه طبعا. على فكره يا فندم معلش، هو حضرتك حط العلم في اي حاجه، مش هقول لحضرتك على حاجه. النهارده احنا بنضيع وقت على النت واحنا قاعدين قاعدين، لا كتير كتير. طيب كتير طبعا. حلو، هو انا ما ينفعش اخر النهار وانا مروح اروح جاي ماسك الموبايل وادخل اشوف ايه الجديد في الكهرباء كويس. على الاقل سيادتك، على الاقل سيادتك النهارده مثلا نزلت الشاشه السمارت كويس، الشاشه السمارت ليها متطلبات. معلش النهارده الاضاءه كلها بقت اندرويد كويس، لازم اكون عارف حاجه زي كده. والله انا ممكن اسافر مثلا شغلي في اي مكان في العالم وعاوز اشغل الثلاجه شويه وافصلها، في مفاتيح شغاله حضرتك عن طريق النت. طيب في مفتاح كان الاول تجيب استبلايزر تحطه عشان خاطر تامن بيه البيت بتاعك. طيب النهارده انا مش محتاج اجيب استبلايزر، انا في مفتاح بيتباع كده صغير اسمه اي مسيو، احطه الاول او فاس سيكوان والحاجات دي كلها، الحاجات دي بحطها تحميل البيت كويس. طيب انا ابني لو اتكهرب انا مش عارف يعني ايه ايرث الكيتش، لازم اكون عارف، لازم اكون على درايه. هو الاطلاع يا فندم، هو ايه الفرق معلش، ايه الفرق ده رب العالمين قال لك ايه، يرفع الله الذين اوتوا العلم درجات على طول. اذا كان ربنا رفع الناس اللي هي بتعلم. اوعى حضرتك تفكر، حاول لحضرتك حاجه، اوعى حضرتك تفكر ان انت بتسعى لنفسك وبتشتغل وبتتعب وربنا هيضيع تعبك ابدا، بس حضرتك ما تتعلمش العلم عشان خاطر تتنطط بيه على الناس طبعا كويس. اولا طبعا. كل ما حضرتك رفعك ربنا رفعك، كل ما ربنا علا شانك زيد تواضع. انا الناس بتكلمني مثلا قالوا هندسه انا عندي مشكله في المكان الفلاني، اقول له طب حضرتك ممكن تعمل طيب كده. بعد الفاصل عايزين نعرف ايه الاستفاده من الشغل مع القوات المسلحه. عليك تطمرك. بعد الفاصل انتظرونا. ورجعنا تاني معاكم بعد الفاصل مع المهندس ادهم. حضرتك بقى السؤال اللي احنا سالناه حضرتك استفدنا ايه من شغل القوات المسلحه. طيب القوات المسلحه او الهيئه الهندسيه
هي فصيل مصر 100% كويس. صح. بس اللي يفرق بينها وبين اي فصيل مصر تاني ان هي ما عندهاش الفشل، لازم تنجح. حضرتك شغال ثقافه القوات المسلحه لازم تنجح. حتى سياده الرئيس كان الف احد في الف احد لقاءاته ايه؟ قال انا لو كنت مشيت على دراسات الجدوى ما كنتش حققت المشاريع دي كلها. طب معنى الكلام ده ايه يا جماعه؟ طيب معنى الكلام ده ان بيجي مثلا دراسه الجدوى لسياده الرئيس يقول له مثلا والله المشروع ده انا هعمله في 3 سنين، يقول له طيب تمام هعمله في سنه. طيب ازاي؟ لا هو عامله في سنه الهيئه الهندسيه او القوات المسلحه تقول له امرك فانت تحت امرك. طيب الكلام ده بيترجم ازاي؟ احنا مثلا كنا بنورد عماله في حقل ظهر، المشروع نفسه احنا كلنا واحنا شغالين حضرتك بتاخد ساعه بريك وبتاخد اجازات والكلام ده، وهو كلمني قال لي لو سمحت انا عايز الصناعي او الفن اللي هيجي عندي سواء الالكتريشن او سواء الهيلبر او الفورمان او الناس دي كلها يجي لي يشتغل 14 ساعه. طب مش هينفع. طب قول لي، يقول لي طيب حضرتك ممكن اقول له ليه 14 ساعه؟ يقول لي لان انا ما عنديش اجازات، انا عندي 12 و12 كويس، او عندي ممكن تورد لي ناس 8 و8 و8. المرتبات او الشغل معاهم شغل كويس حلو طبعا. القوات المسلحه عندها فكر اللي هو ايه؟ اتعامل معانا بالبلدي كده في طائفه الصناعيه او المقاولين والكلام ده، اتعامل معانا برجوله كويس. حضرتك هتخلص شغلك صح هتبقى معانا في موقع تاني وتالت ورابع، عمرك ما هتخسر ابدا كويس. تكسب طبعا، تكسب انت عايز تستمر البلد شغاله كويس. هو هناك القوات المسلحه لما اشتغلنا معاها في كذا شغلانه ووردنا عماله مثلا، هو نفسه هو الاشراف فقط لغير كويس. معلش هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك شفت مشروع من اللي اتعملوا تبع الجيش او تبع الدوله مكتوب عليه اسم رئيس الجمهوريه؟ يعني اتسمى مثلا المحطه باسم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كل المحطات معموله باسم مين؟ باسم الشعب طبعا. كويس. القوات المسلحه حضرتك هتلاقي مثلا ايه؟ طريق، هتلاقي مثلا مصنع، هتلاقي مثلا شركه، هتلاقي كذا 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 كذا. الحاجات دي كلها مش موجود عليها اسم القياده السياسيه. القياده السياسيه بتخدم الشعب وتقدم له حاجات تنفعه لبعد 100 سنه بعد كده كويس، لان هم جايين عليهم مسؤوليه كويس. طيب انا استفدت ايه؟ القوات المسلحه بدل ما كنت حضرتك مثلا في الموقع بتورد عامل او اثنين او ثلاثه، حضرتك ممكن تورد 10 و20 و30 كويس. الهيئه الهندسيه برضو بتعامل معاك اللي انت ابن او اخ. حط لك لو حضرتك شفت الاول كان عندنا شركات سيفتي موجوده في مصر اجنبيه، هتلاقي في المواقع النهارده شركات السيفتي كلها مصريه. هقول لك على حاجه، في موقع من المواقع ده كان اطرف موقف اتعرضنا له، موقع من المواقع لقينا فجأة السيرينا ضربت ولحقوا واحد اغمى عليه والكلام ده وواحد تعب وشايلينه وشالوه ودوه. بعدها بساعتين ثلاثة رجع الراجل يمشي على رجله، اجتمع بينا الراجل بتاع السيفتي قال هقول لكم على حاجة يا جماعة، أنا حبيت أشوف الطريق وأشوف لو حد حصل عندي أي صاعق أي مرض أي حاجة في الدنيا هعرف أسعفه في قد إيه كويس. ده فكر السيفتي المصري اللي تحت اشراف القوات المسلحه، انا هعرف اتعامل معاه ازاي. بعد كده على طول عمل نقطه رعايه طبيه موجوده هنا في الموقع كويس. عمل دورات سيفتي على طول. حضرتك لو انت دخلت الموقع مثلا من غير سيفتي بيلد ودخلت الموقع من غير خوذه والكلام ده يقول لك لا شكرا حلو. يقول لك انت حضرتك يقول لك مثلا انا ما بتعاملش معاك ان انت فرد، ان انت مثلا ايه فرد ممكن ابدلك، انا بتعامل معاك ان انت مواطن مصري لو حصل لك حاجه انا مش هجيب غيرك، لا اهلك مش هيعرفوا يجيبوا غيرك. بيتعاملوا مع الناس بادميه. فبالتالي الكلام ده حلو قوي. وبعدين عندهم حاجات كويسه، هو بينه وبينك الورق، سلم كذا اعمل كذا في الوقت الفلاني خلاص شكرا. احنا مرتاحين بالنظام ده. فبالتالي حضرتك بتشتغل في موقع واثنين وثلاثه واربعه. طيب هو تمام يا فندم، ايه تاني سيادتك؟ طب نظره الفن الطاقه الى الفن العام المصري. هقول طيب لحضرتك الحاجه، احنا سيادتك دلوقتي بنتكلم على مجموعه الفنيين او الناس اللي شغاله في الكهرباء كويس. لما حضرتك تقعد مع الجماعه الاجانب كده وهم بيتكلموا معاك تقول لك ايه؟ هي هاف سولوشن ان بروبلم يو هاف وركينج اندر ان بريس. انت يعني انت بتشتغل او لديك القدره بالعربي كده، يعني لديك القدره ان انت بتشتغل تحت اي ضغط. لا حضرتك انت عندك حل لاي مشكله. حضرتك اي وقت يجيبك يلاقيك فريش، يلاقي دماغك صاحيه كويس. انت اتعودت انك تشتغل في اي وقت في اي مكان وفي اي سماء وتحت اي سماء كويس. لما جيت اشتغلت في مصر ده في ده حتى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حب الاوطان من الايمان كويس. انا راجل بدي بره
عشان خاطر انا راجل احسبها وقت والكلام ده. انت النهارده شغال من غير ما تتغرب وشغال في بلدك، الحاجات اللي انت شغال فيها دي شغال فيها هتحافظ على المسمار، لان المسمار ده من عرقك كويس. طيب نظره الناس ليك بره ايه؟ انت الناس كلها في اي مكان حضرتك بتتعامل فيه بقول لك المصري راجل محترم، المصري راجل فاهم، المصري راجل كذا 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 كذا. معلش معلش هو الكلام ده فيه سلبيات وفيه ايجابيات كويس، خلي بالك. معلش هقول لحضرتك الحاجه، الايجابيات اكتر اكتر بكتير. انا واحد من الناس، انا واحد من الناس يعني من ضمن ناس كتيره اتعاملت مع شركه اسمها بيتا الكتريك او ام بي جروب كويس. الشركه دي شغاله في مصر بقى لها كام، بقى لها من الثمانينات تقريبا يعني كويس. الشركه دي عملت ايه؟ كانت الاول شغاله وكيل لبراند معين كويس، وشغاله مفاتيح وشغاله كويس جدا جدا يعني، ومنتشر في السوق لحد النهارده، وشغاله في لوح والقواطع وكل حاجه. عملت ايه هي؟ راح جايه بعدها كان عندها شغاله في تركيا وعندها استثمارات في تركيا كويس. قال طب ليه انا، ايه اللي يخليني انا مصري وعملها وكل حاجه عندي مصريه، ايه خليني استثمر بره والمجال مفتوح، انا عندي والمجال مفتوح عندي هنا في مصر كويس. معلش ما هو فكر الشركات دي، هو القياده السياسيه لما عملت قالت لكم يا جماعه انا هبدا اصرف على الصناعه واصرف على الاستثمار واجيب استثمارات، هو قال، هو ما قالش الدولار هينزل، الدولار غصب عنه نزل لما كان ب 19، النهارده بقى بكام؟ التجاوز حد 16 طبعا. كويس، هو القياده السياسيه قالت لك انا بعمل 1 2 3 4 اللي حواليها هيتغير بسبب حاجه زي كده. ايه اللي حصل بقى سيادتك؟ الشركه بدات هنا في مصر تقريبا بدات في 2015 كويس. بدات اول حاجه تعملها بدات تصنع لوحات، وخدت مصنعين في اكتوبر وبتخزن في ابو رواش وفي كذا مكان. اول حاجه عملتها اتقابلت مع الصناعيين، الصناعيين او الفنانين الموجودين في مصر، عملت برنامج اسمه برنامج بيتا للفن المحترف كويس، او بيتا للفن المتميز. الفن المتميز معلش هي مش بتقول لك انت متميز عشان بتاخد بضاعتي، لا انت متميز عشان خاطر لما بقابلك في الايفنت بتقول لي والله انا عندي ملحوظه كذا، اقول لك طيب انت كذا. مش متميز عشان خاطر حجم شغلك، متميز عشان خاطر انت في بيني وبينك لغه حوار. على فكره العضو الممتدب نفسه للشركه والناس اللي حواليه والقصه اللي شغالين معاه كلهم شباب كويس. لما تيجي تتكلم معاهم تلاقيه يقعد يهزر معاك، كنا مثلا في احد الفنادق لقيته مثلا اصور معاك الكلام ده، يقول لك مثلا ايه الجمعيه العامه لفنانين الكهرباء، لما عرف الجمعيه شغاله قال لك لا انا دعمكم يا جماعه، انا راجل مثلا انا مش صاحب شركه كهرباء، يقول لهم لا يا جماعه انا راجل انتوا شركاء نجاح، انا جيت استثمرت في مصر هنا كويس ودخلت استثماراتي عشان خاطر انت والتاني والتالت والرابع، انت من خلالك انت انا هعلى كويس. هتلاقي بيتا لما عملت اللوحه بتاعتها عملتها جميله جدا 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 جدا. تقريبا اول حاجه فكرت فيها بيتا لما جت تشتغل، رغم ان هي وكيل براند تاني محترم وبراند معروف وشركه لها اسمها في السوق، عمل الحاجات دي في مصر لما تكون بالماتيريال المصري والكاستنج مصري كويس والفكتور المصري طب. الحاجات دي كلها ايه اللي هيحصل معاك؟ السعر هينزل. تنصح ايه طيب بالشباب؟ تنصح الشباب بايه اللي هم قاعدين على القهوه، الفن الكهربائي او الفني عامه اللي هو قاعد على القهوه مش من غير شغل؟ اكمل بس حتت كمل الجزئيه وتمام. معلش بيتا عملت ايه بقى؟ نزلت الحاجات بنص ثمنها وعملت الحاجات دي مع ضمان. راح جاي بعدها بشويه اول ما بيتا سمعت في السوق عملت ايه تاني؟ عملت سيركت بريكر، سيركت بريكر ده وعملت معاه ضمان وصنعه في مصر. حضرتك تشوف كده المفتاح وانت بتركبه صنعه في مصر، مفتاح تديله شورت سيركت، المفتاح محترم جدا معاك. عملت المفتاح بنص ثمنه. انا في الحاجات اللي هي باور والحاجات اللي هي كلها لود انصح يا جماعه هات المناتشر 100 امبير، مفتاح كويس ومع ضمان، يعني من اوائل الشركات في مصر اللي ادت ضمان للمفاتيح والماتيريال بتاعتها هي بيتا. ايه ده بثقه انا كفني. ثمن المفتاح المنتج مثلا بتاعها هتلاقيه نص السوق كويس، ومفتاح بعيش معاك ومشاكله قليله جدا. تحت امرك يا فندم. تنصح ايه الشباب بعيد السؤال الثاني اهو طيب. تنصح ايه الشباب اللي هم قاعدين على القهوه، سواء بقى فني سواء مهل طيب. عالي سواء ماشي خليني مع سيادتك. هو انا النهارده مثلا تعالى يا حضرتك اشتغل معايا مثلا يعني كويس، يقول لك لا والله انا عايز في الشهر مثلا 1000 جنيه مثلا يعني كويس، اصل انا بصرف 2000. طيب يا فندم انت مين عشان اديك ال 1000 ولا 2000؟ تعالى معايا يا سيدي كويس واشتغل، اثبت نفسك. معلش اثبت نفسك هتلاقي الدنيا ايه عليت معاك واللي انت عايز تاخده كويس. حضرتك راجل اعلامي حلو، انت وانت قاعد في البيت هتقول لي يا جماعه انا باخد كذا
او يا جماعه انا شغلي كذا، ولا الناس تعرفك الاول والناس لا تعرف طبعا الناس تعرف تعرفني الاول تعرف سلاستك في الحوار والكلام ده، هتقول لك والله خلاص احنا عايزينك معانا، انا سمعت عنك بسم الله ما شاء الله ان حضرتك شغال في كذا محطه وكذا ميديا وشرف لينا اقعد مع سيادتك كويس. فبتلاقي بتلاقي لما انت قاعد على القهوه كويس، مش شرط يا جماعه الشغل مش عيب حضرتك، انا اعرف ناس اعرف طب هقول لحضرتك حاجه، اعرف ناس خريجين بكالوريوس وليسانس والكلام ده جميل. كويس شغال بمرتبات ضعيفه جدا. طب ليه يا جماعه؟ اقول لك انا بدل ما اقعد، وعلى فكره وخطر الشغل هتعرف، والناس بدات ما احنا انا بدات شغلي شغال عند مقاول واثنين وثلاثه بفضل رب العالمين، لما اتعرفت المقاولين دول شغلوا معايا بالناس اللي معاهم كويس، هو قال لو قلت لهم يا جماعه انا راجل شغال وراجل توب وكذا كذا كذا، هقول لك خليك في بيتك. لكن لما قعدت شافوا شغلي بدا الناس تعرفني. وخلي بالك هقول لحضرتك على حاجه، كتر ما بتتعرف كتر الناس تعرفك ده بيديك عبء اكتر، بيبقى عليك برس من فوق. ايه بقى البرس ده؟ ان انت الاول مثلا الاول لازم اول حاجه تعملها التواضع، تاني حاجه تحاول تكون على قدر المسؤوليه. انا امبارح انا مخلص شغل امبارح مثلا الساعه 4 الفجر كويس، انا والقسم بتاعي ما ينفعش اكون طالع مع ستك الصبح وبتكلم على التزام وبتكلم على كذا 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 وانا بتاخر عن ميعاد عميل، ما ينفعش اكون جاي بتكلم مع حضرتك عن الشغل وعن كذا 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 وانا واحنا مبوظين شغلنا عند حد وما رحناش. الناس اللي بتتاخر دي تنصحها بايه؟ يا جماعه الناس اللي بتتاخر دي اول حاجه هيعملها في حياته اي حد يتصل بيه لا مش هيرد على الموبايل، هيقعد ايه؟ يرد على ارقام معينه، انا موبايلي 24 ساعه مفتوح برد على اي حد كويس؟ لو في عميل قال لي عندك مشكله والناس كلها بتتفرج عليا والناس كلها عملاء المحترمين، الناس كلها دي لو حد منهم قال لي يا ادهم انت حصل عندك مشكله مع الصنايعي بتاعك او حصل مشكله مع احنا انا شغال اصلا في السرسيون والباور وشغال في الحاجات دي غير توريد العماله كويس؟ ولسه بنشتغل بايدينا لحد دلوقتي عشان تعرف ايه جديد. لو حد من الناس دي قال لك يا ادهم اتاخرت عليا بعد 5 سنين، انا بعمل الشغلانه بضاعه ضمان 5 سنين، هو ضمان ربنا بس انا جبت بضاعه كويسه، انا اشتغلت على مهلي عملت شغل كويس غصب عني الشغل هيطلع كويس. ابدا هقول لك على حاجه، انا في شغل بروحه بسيبه ليه؟ البضاعه مضروبه يا جماعه. طب بتعمل ايه لما بتلاقي البضاعه مضروبه؟ اول بنصح اقول له مش هركبها على طول. في مثلا حد يقول لك ايه والله انت عايز تجيب مثلا من الشركه الفلانيه، على فكره انا جميع المحلات الكهرباء في التجمع الخامس واجوارها حبايبي، يعني اروح اي مكان اي مكان اخبط عليهم اشرب شاي معاهم. كنت امبارح مثلا هقول لك حاجه، انا عندي مثلا مهندس احمد سمير محل الكتروتك راجل محترم جدا، ممكن حضرتك ما عدش عليه مثلا كل شهر بس بقعد اسلم عليه. عندك مثلا شركه الفتح كويس، مهندس ايمن العراقي برضه راجل محترم. عندك مهندس احمد مجدي شركه نيو لايت في التجمع الاول بعد عليهم لسه قاعد معاهم اشرب شاي مع بعض. عندك شركه المنصور في التجمع الاول، جميع الشركات اللي بتاعت الكهرباء في اي مكان انا بتعامل معاهم حبايبي وبيحترموني كويس، سواء اتعاملت معاهم او ما اتعاملتش انا ما عنديش مصلحه عند حد. اي محل في اي مكان او اي شركه شغاله في الاصلي بالعربي كده احنا خدامينه. اي حد يا جماعه هيشتغل في المضروب انا راجل انا سمعتي غاليه عليا حلو، انا واحد مش لازمني ادخل جيب على عيالي ربع جنيه حرام من بضاعه مضروبه، ويجي العميل يقول لك شغلك. طب يا جماعه ما احنا بنصرف عشان توفر 10 جنيه و15 جنيه والكلام ده او عشان تكسب، ما انت هتضر سمعتك طبعا. سمعتك دي بفلوس قعدت تبني فيها سنه واثنين وثلاثه واربعه. معلش انا لو سافرت بره مثلا قعدت 10 15 سنه في الاخر حاجه اعمل ايه؟ هفتح شغل في مصر كده ولا لا؟ والله مصر دي هنيجي نموت فيها بس لا، مصر دي بنتولد ونكبر فيها وبنعلى فيها وناس كتير عليت. هات لي اي حد من بره نجح بره ويجي يقول لك ايه لا انا هكمل في مصر على طول كويس. يبقى احنا يا جماعه بدات السؤال من الاول خالص، الشباب اللي قاعد على القهوه البلد دي والله العظيم اقسم بالله كلنا خدم الجيش، انا واحد من الناس خدمت في سيناء كويس، يعني في المناطق لا. وعلى فكره طلعنا من هناك خلي بالك في حاجه جميله جدا القياده السياسيه بتعملها وتعلمناها اصلا. انا على فكره انا واحد من الناس ما كنتش اعرف اقعد اتكلم قدام سيادتك كده كويس، اللي اداني ثقه مين؟ القوات المسلحه. القائد بتاعي كان مقدم محترم جدا جدا جدا، اعلى درجات الاحترام، بتصل لحد النهارده واتكلم معاه. الراجل ده يقعد يعمل معاك لقاءات زي ما بيعملها سياده الرئيس مع الناس، يقول لهم يا جماعه انت عايز تعمل ايه؟ طب انت كذا. هو الافكار دي بتطلع منين؟ هو سياده الرئيس، هتلاقي سياده الرئيس هو قاعد ماسك ورقه وقلم عمال يكتب ورا الناس الافكار، طب احنا عملنا كذا، طب احنا جبنا كذا، طب الكلام ده كويس، وياخد الافكار من الشباب. هتلاقي حضرتك
النهارده المستقبل الشباب، جميع المؤسسات كلها او العضو المنتدب لمعظم الشركات شباب. فكر الشباب اولا، الدنيا بقى سريعه، وحضرتك شايف النهارده شركات قفلت كتير عشان خاطر ايه؟ الفكر القديم. النهارده الفكر الجديد اولا بيخلق دم جديد، بيخلق استثمار جديد، بيخلق طريقه تفاهم جديده. هو حضرتك كنت تشوف مثلا في رئيس قبل كده قعد مع الناس ويتكلم معاهم ويهزر معاهم ويقول لهم كذا 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 كذا، او يبعتك مبادره اسال الرئيس. كويس، سياده الرئيس علمك ايه؟ ان انت حتى لو انت خايف من حاجه ما تخافش. لا، احنا قاعدين كلنا بنسمع بعض، كلنا بتوع بعض، كل شيء يقول لك ايه؟ الامل، الحلم. احنا ليه ما نحلمش؟ هو سياده الرئيس، انا احلم اكون مثلا كذا، انا احلم يكون ترتيبي كذا، احلم اكون كذا، احلم اكون كذا 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 كذا. هو عمال يدي لك طول الوقت في محفزات، طول الوقت يدي لك في كذا. على فكره وسياده الرئيس برضو بيتكلم مع الاعلام، يقول لهم يا جماعه احنا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. الشباب 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 يعني بسم الله ما شاء الله الراجل مش مقصر. فبالتالي احنا ايه؟ احنا كمان انا اتفرج عليه، طب هو النهارده عمل كذا، طب هو قال كذا، طب احنا عملنا كذا على طول، اقول طب احنا خدنا من الحاجات دي. لو انت عندك مشكله بناقشها على الملأ مع الناس، كويس، بصرح الدنيا كلها بكل حاجه، يقول لهم يا جماعه حضرتك الرئيس جيب شعبيه جارفه طبعا، كويس، عمل تكلفه اصلاحات. كويس، لو انت خلي بالك احنا لما نيجي نتكلم يقول لك ايه؟ والله احنا عملنا 20 محطه. حلو، رغم ان سياده الرئيس اللي عمل والحكومه تيجي تقول له ايه؟ احنا عملنا. طيب لكن لما تلاقي الاسعار اترفعت الحكومه رفعت الاسعار. طب المفروض احنا برضو احنا يا جماعه احنا على الحلوه والمره مع طبعا بعض. كويس، هو الراجل بيقول احنا مصريين احنا مصريين احنا مصريين. مع سيادتك يا فندم. طيب ايه الفرق بين الشركات الصيانه والشركات الثانيه؟ طيب اقول لك على حاجه، احنا اتنشرت عندنا فكره اليومين دول هي فكره شركات الصيانه، كويس، ودي موجوده في كل مكان، حلو الكلام، او فكره الخدمه السريعه. طيب تعرف حضرتك ان الاستثمار النهارده في الشباب، حضرتك امشي كده هتلاقي كذا موتوسيكل كذا سكوتر، كويس، حاطين وبوصلوا دليفريات، حلو، او بوصلوا دليفري. الراجل ما عندوش حاجه يعتمد عليها استثمار غير الشباب. طيب الشاب ده قال لك اشغله، برضو شركات الصيانه قالت انا عندي فنيين محترمين في كذا مكان، طيب الفنيين دول ممكن انا استغلهم في ايه؟ استغلهم اعمل شركه صيانه وادخلهم بيت على مسؤوليتي. انا بروح مثلا شركه صيانه يقول لي الهم، انا مثلا بيدعوني ادي محاضره في اي شركه من شركات الصيانه او اختبر فنيين، اقول له مثلا لو حضرتك احنا كان عندنا مثلا وقت من الاوقات الدنيا مطرت اللوح غرقت، كويس، اقول لو حضرتك رحت مكان مثلا واللوح غرقانه ميه او الكلام ده هتعمل ايه؟ يقول لي ابصر اعمل كذا كذا كذا. اقول له يا فندم ممكن تعمل كذا 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 كذا، اولا عشان انت ما تكهربش وتموت، دي اول حاجه، ثانيا عشان خاطر الناس تعيش طول الليل مثلا عبال ما الدنيا تنشف، ممكن توحد الاطوار، كويس. طب والله يا هندسه انا رحت مكان مثلا ولقيت ايه؟ الاسلاك بتولع وكذا كذا 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 كذا، وصناعي حاطط لي صابون جوه الماسوره. طب احنا هنكمل السؤال والفرق بين الصيانه بالشركات والشركات الاخرى بعد الفاصل. تقبل. نروح الفاصل ونرجع تاني مع اعزائي المشاهدين. رجعنا تاني معاكم بعد الفاصل مع استاذ ادهم. احنا بنتكلم عن الشركات والصيانه واهميه الصيانه في الشركات. طيب. وايه الفرق بين الشركات يعني في الصيانه؟ طيب ما احنا برضو اتكلمنا سيادتك تاني على موضوع الصيانه، كويس، قلنا ان الشركات نفسها، على فكره معظم الشركات في مصر اتكلمت على قصه ايه، كلهم في مصر عملوا حاجه ابلكيشن، من خلال الابلكيشن ده تقدر تتواصل لصناعي، افضل صناعي موجود، كويس، وافضل شركه موجوده وبيدعموه. طب استفادة الشركات دي ايه من الابلكيشن اللي بيعملوه؟ اولا اول حاجه الشركات دي بتعمل دعايه من جوه الابلكيشن، وبعد كده نسبه تقييم. طيب انا بروح مثلا شركات الصيانه، كذا شركه تقول لي لو سمحت يا باشمهندس انا عندي ناس عاوز اختبرهم ازاي؟ هو الصناعي مش شرط ان هو يكون بيقفل ويركب والكلام ده على عيني وراسي، بس برضو احنا محتاجين الصناعي يكون بيخش البيوت. اولا بيخش البيوت، اولا الصحفه بتاعته تكون كويسه،
اول الاستعلام الامني عليه يكون كويس، اولا يكون صناعي على قدر من اللباقه. الشركات عماله تطور في نفسها، اولا اللي كانت الاول مثلا الشركه بتخش عند حضرتك عاوز صناعي او فني يجي لك، اولا الصناعي ده اول حاجه بيفكر فيها ان هو ازاي يوفر لك ويجيب لك القطع الاصليه. حلو الكلام، عشان المشكله ما تكررش. من هنا اتخلقت روح التنافس. خلي بالك ان في خمس على في خلال العشر سنوات اللي مضت او ال 15 سنه ايه اللي حصل؟ ظهر عندك 20 او 30 شركه صيانه. حلو. في شركات منهم سقطت وفي شركات منهم لسه مكمله. احنا في مجال نفتح شركه صيانه. مش شركه صيانه بس، في الكهرباء، في كل حاجه. ازاي يكون عندنا شركات بتصنع مصري حلو وعندنا فني يجي يقول لك ركب المفتاح مثلا يعني انا شقتي انا عندي عداد مثلا بشيل 80 امبير، ازاي اركب بعديه او اركب قبليه مفتاح بشيل 160 امبير؟ ده عبء على الزبون، لازم الاول اكون عارف وفاهم كده ولا لا؟ كويس. ده لما يكون عندك جيل من الفهم وجيل من الوعي بينعكس عليك كمستهلك في الاول وفي الاخر. معاك يا فندم حضرتك. انا شايفك عمال تتكلم على شركه بيتا كتير وعمال وبالاخص عمال تجيب سيرتها كتير، اشمعنى يعني الشركه دي؟ هو مش بيتا بس، معلش، هو مش مجموعه ام بي جروب. كويس. هو بيتا شركه من ضمن الشركات الموجوده المحترمه في مصر، واحنا ان شاء الله بامر الله لو ورنا قدر مع سيادتك هنتكلم على كل شركه على حده. بس بيتا الاول، خلينا الاول ايه بيتا عملت. انا معانا احنا كفنيين عملت معانا نظام محترم جدا جدا اللي هو بيت الفني او بيت الكهربائي. بيتا حضرتك ما بتكلمهمش على الهوت لاين، كويس، رغم ان هم عندهم، لا حضرتك لو كلمت اي حد ممكن. انا امبارح كان معايا مين؟ انا امبارح كان معايا مثلا كذا حد منهم عشان خاطر اقول لهم والله في كذا، يقول لك خلاص نتقابل عند الوكيل الفلاني ونقعد مع بعض. بيختاروا الوكلاء بتاعهم بعنايه. تخش مثلا عند الوكيل بتاعهم هتلاقي عنده خصومات، يعني مهندس احمد هنداوي شركه الكتروتك، على طول اقول له مثلا انا هندسه لا واخد الموقع الفلاني، يقول طيب ماشي انت عاوز تورده ايه؟ اقول له زي ما حضرتك عايز، يقول لي انا عندي كذا منتج، اقول له طب لو خدته بيتا؟ يقول لي خلاص انا هتكلم مع الشركه ونعمل لك ديسكاونت كويس. طيب شركه بيتا اولا الاونر بتاعها دكتور شاب محترم جدا جدا، يعني حضرتك ايه كفاني قبلك بضحكه طبعا. لما كنا في معرض الالكتريك، كويس، انا كل سنه بروح المعرض، بيتا عامله جناح كده في المعرض بتقابلك له ده بيتكم، لما تيجوا هنا اي حاجه عايزينها تحت امركم، يقابلك في اي مكان، المعامله بحسسك انك بيته، بحسسك ان يحسسك ان انت واحد منه، ان انت شريك النجاح بتاعه. يقول لك طب قول لي على الجديد، قول لي انت ايه في مشكله عندك في الشغل. انا اقعد اقول له طب ليه حضرتك يا فندم ما بتعملش مفاتيح ولا مبرايز؟ طب ليه حضرتك ما بتعملش كذا 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 كذا؟ يقول لك انا ببدا واحده واحده. انا الاول انت كفني تديني الثقه وتقول لي منتهى كويس رغم اني مختبره مره واثنين وثلاثه، ابدا انا بعدها اعمل ايه؟ ابدا اشوف اللي بعده واشوف اللي بعده. ما ينفعش انزل 50 منتج في السوق، هو شايف السوق قبل ما يجي وعارف السوق محتاج ايه. في 50 شركه شغاله، في شركه مثلا شغاله في كل حاجه بس حلوه في اللمبات، في شركه شغاله كل حاجه. طيب هي لما الاسعار نزلت انتوا الدنيا معاكوا زادت ومشيت ازاي؟ اقول لك عليك على حاجه، خلينا انت حضرتك راجل مستهلك، لما النهارده مثلا الدولار نزل وتجاوز حاجز 16 الخصومات كلها نزلت طبعا، والاسعار كلها نزلت، لما سيادتك تروح مثلا عاوز تغير شويه نسبه المبيعات عندكم زادت هو انا مش مبيعات، انا بتكلم في حاجه تانية خالص. بتكلم في ايه؟ ان لما حضرتك مستهلك الدنيا مشيت معاك او الدنيا رخصت شويه في الاسعار والحاجات ديت، مثلا يعني الخصم مثلا وصل 40% في حاجات معينه، المفتاح برضو نزل من 8 و6 جنيه 7 جنيه، اللقمه اللي كنا بنجيبها ب 12 و15 جنيه بقت ب 8 جنيه. كويس، ده يخليك انت ايه، بدل ما يكون عندك اللقمه القديمه هتغيرها لقم جديده طبعا، يبقى حجم الشغل عندك هيزيد، لان انت في الاول وفي الاخر المصنعيه بتاعتك او مصنعيه الناس اللي معاك في حجم المشتريات مش كتير قوي. فبالتالي ايه، بالجمله لما شركه زي بيتا مثلا تنزل المفتاح مثلا عامل 1000 وهو تعمله مثلا بنص ثمنه مثلا يعني، او تديك فتره ضمان، لا العميل هيجيبه. كويس، يبقى لما الدنيا تشتغل كلنا بنشتغل. زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، انت حضرتك عملت كشك الناس كلها اشتغلت بعدك كده ولا لا؟ صح. طيب هي ترس يا فندم، هي ترس القياده السياسيه حركت الترس، الترس كله مشي في جميع الاتجاهات كده ولا لا؟ هو قالت لك ايه، هي الشق الامني تكفلت بيه لوحده، يعني ما قالتلكش والله انت تعالى مثلا حرب الارهاب معايا. بس ايه اللي حصل بقى عند المواطن العادي لما شفت حضرتك كذا هجوم ارهاب والكلام ده؟ المواطن بنفسه هجم على الراجل ومسكه. ليه؟
شايف جنودنا بتموت واخواتنا بتموت، قالك انا مش اقل منهم. النهارده برضو بقى ايه اللي حصل؟ هي القوات المسلحه حركت عجله التنميه، التروس كلها اشتغلت. انا واحد من الناس، طب انا قاعد ليه؟ طب انا قاعد في خمول ليه؟ فاكر سيادتك لما كان حدث انفتاح والكلام ده زمان، قبل يعني من زمان، النهارده القياده السياسيه عملت برضو انفتاح، اللي مش هيشتغل النهارده مش هيشتغل بعد كده. كويس، معلش هقول لحضرتك على حاجه. طيب هو احنا قبل ما ننهي الحلقه، انت تحب تنصح الشباب بايه؟ عشان وقت فقرتنا طبعا طيب انا وانا سعيد بلقائك. احب انصح شباب، اول حاجه ثق في الله، ثق في قدراتك، اعمل نفسك ليفل طموح. حضرتك كل مره تفوق على نفسك، ما تفوقش تقول ايه انا فلان او فلان عاوز اكون احسن منه، تفوق على نفسك. ما تربطش سيستم حياتك بالظروف، ابعد عن الاشاعات. حضرتك شوف، تمسك بالله وخلي عندك يقين. جميع الاديان السماويه، كلهم بتنبذ، اول حاجه بتنبذ العنف وبتنبذ التهور. حضرتك ابعد عن الحاجات دي كلها، خليك دايما مع ربنا، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، هتلاقي نفسك بتقدم. هيقابلك مشاكل، هيقابلك ضغوط، ابدا واحده واحده. مفيش حد في الدنيا بيبدا كبير، كله بيبدا واحده واحده، رب العالمين بيكرمه. كنت سعيد طبعا النهارده بلقائك، وسعيد بمعرفتك وبالمعلومات الجميله اللي حضرتك قلتها النهارده دي. طبعا بشكر اعزائي المشاهدين، وانتظرونا في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا.